انا كان ليا 6 سنوات قبل التعيين، فرجعت للمحاكم والقضاء ورفعت دعوه عماليه بضم مده التدريب الى الاقدميه بتاعه الصحفي، وده كان بفضل الله تعالى كان نصر قضائي، وان محكمه الاستئناف العالي ومحكمه النقد ارست مبدا يستطيع كل الصحفيين ان هم يلجأوا ليه بحق الصحفي، فان يضم مده التدريب الى الخدمه. اتضمت بحكم قضائي، والحمد لله رب العالمين اهديت هذا الحكم لزملائي في الجمعيه العموميه لنقابه الصحفيين، وكان وتر زي ما بيقولوا كده لانتزاع حقوق الصحفيين بشكل محترم بدون اي انحراف. ترشح الجنابه بعدين الترشيح لمجلس النقابه ده اكثر من دافع هو اللي دفعني للكلام ده انا وزملائي في الفتره اللي فاتت، وبعد مشكله النقابه مع الدوله واللي ادت طبعا لان هي خلينا كلنا صوره الراي العام قدامنا كصحفيين يعني بشكل مش كويس، كنت انا اتسالت مع الاستاذ ابراهيم ابو كيله عن تنفيذ لجنه النقابه، وبالتالي كنت بشتغل على الحالات اللي بجيبها من الدوله، لان كانت النقابه في الفتره دي معدمه النشاط خالص. يعني في خلال فتره سنتين احنا قدرنا ننفذ حوالي 24 رحله. الصحفي هيشوف ان المدينه بدات تشتغل بالفعل هيبتدي يدفع الاقساط الاهليه. انا عامل فيها 6 اقساط، كل قسط 10,000 جنيه الا الاولاني 15,000 جنيه. هم كل عدد الشغل الموجوده 1128 شقه. انا اعتبرهم 1000 شقه. 1000 شقه ب 15,000 جنيه في الدفعه الاولانيه هنجمع 15 مليون جنيه. ال 15 مليون جنيه دول هنقدر نعمل 15 عماره. اهميه طبعا كادر خاص للصحفيين، بطالب طبعا كادر خاص للصحفيين ان احنا لا نقل عن القضاء او اساتذه الجامعه، تمام؟ وسن المعاش 65 يا جماعه، عيب على عيب، عيب قوي ان احنا الصحفي يقول لك 60، وبناء على العلاقه ما بينه وبين رئيس التحرير ان هو يتم تجديد له سنه وثم يبدل له سنه اخرى، لا هي 65 تعمم على جميع الصحفيين. في الحقيقة ان احنا بننظم النهاردة الندوة ديت عبارة عن سلسلة لقاءات مع الزملاء المرشحين لعضوية مجلس النقابة، وهتختتم ان شاء الله في اخر اليوم بلقاءات مع النقيب الاستاذ يحيى قلاش والمنافس الاقوى الاستاذ عبد المحسن سلامة. وكان الهدف من تنظيم هذه سلسلة اللقاءات اللي بيحضرها حوالي أكثر من 50 مرشح وما زال في بعض الزملاء مقبلين عليها، إن احنا نحاول نوفر لزملائنا أعضاء الشعبة فرصة للتعرف عن قرب على برامج الزملاء المرشحين والأفكار اللي هم بيطرحوها في الانتخابات، بحيث إن يكون اتخاذ القرار بالنسبة للزميل يوم الانتخابات على أساس سليم.